معانا النائب عمرو درويش، او ايوه عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، واللي ايضا تقدم ببيان عاجل بشأن هذا الملف، ملف الاعلاف. اهلا بيك سيادة النائب. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا عايزين نعرف تفاصيل ما تقدمت بيه في بيانك العاجل، وكمان بتشوف ازاي التحرك بالامس من الحكومة. طيب، يعني هو ما فيش شك طبعا ان يعني صناعه الدواجن في مصر يعني صناعه مظلومه، مرت بتقلبات عديده جدا، يعني من بدايات انفلونزا الخنازير ثم الجوائح اللي تعرضنا ليها، فهي مساله في الحقيقه متشابكه ومترابطه ومعقده بقى لها فتره طويله جدا، لكن طبعا بردت بشكل كبير قوي اليومين دول مع طبعا مساله الاعلاف وطبعا الكميات اللي كانت متوقفه او محجوزه في المواني، اللي ادت الى ان شفنا بعض المشاهد المؤسفه في الحقيقه كانت منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي. فهو البيان العاجل كان في هذا المضمون، ان انا عندي النهارده حوالي 2 مليون طن من فول الصويا والذره الصفراء محجوزين في المواني عشان خاطر مساله الافراج الجمركي، ويمكن حديث الحكومه او اجتماعها امبارح يعني فك شويه هذه الازمه، لكن تظل ازمه معقده محتاجه الى حلول سريعه وحلول ممنهجه. يعني انا النهارده لما بنتكلم فعلا ان طبعا عارفين التحديات والحرب الاوكرانيه الروسيه والمشاكل المحيطه بينا في المحيط الاقليمي والدولي، لكن في النهايه يعني بس امبارح احنا الخطوه بنسمع الداجنه في البيان للحكومه بانه في فقه الاولويات، احنا دلوقتي العمله الصعبه وقود وتوفير امور اخرى، اكيد طبعا موضوع الاعلاف مهم، وموضوع بشكل اسبوعي يكون هناك تنسيق للافراج طبعا عن كميات. طبعا، بس هي المساله مش في الاولويات، مش مساله العفاق. الاولويات هي مساله الثروه الداجنه، يعني الدواجن والطيور دي في حد ذاتها ده بديل بروتيني هام جدا الشعب المصري بيعتمد عليه طبعا في غلاء اسعار اللحوم وما الى ذلك. التحرك الحكومي اللي حصل من امبارح والنهارده ده طبعا تحرك محمود، ان احنا هنبدا يبقى في عمليه افراج متوالي وعلى دفعات لمساله الاعلاف عشان نقدر يعني نغطي احتياج السوق من الاعلاف للثروه الداجنه وصناعه الدواجن. هو في الحقيقه برضو الموضوع المهم جدا هي المساله الاحتكاريه، ويمكن ده بيودينا الى ان مهم جدا مساله الرقابه. احنا في وضع مش هنقول الناس ما تكسبش، لكن يبقى المكسب بالمعقول شويه. يعني احنا النهارده لما نبقى في هذه الظروف وهذه الاوضاع وفي العمله الصعبه والتحديات اللي موجوده حوالينا، فنلاقي الناس بتسعى او في بعض النفوس بتسعى ان هي يعني تقفز بربحيتها الى مبالغ فلكيه فتاثر على السوق وتاثر على المواطن. احنا عشان كده بنتكلم على مساله تشديد الرقابه، ولازم يكون في عمليه ردع لهؤلاء، لان هم دول اللي بياثروا وبيتحكموا في السوق. وبرده ما فيش مانع اطلاقا، ويمكن انا واحد من الناس بطلب ان يبقى في توطين لهذه الصناعه، وان يبقى عندنا القدره على ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من مساله الاعلاف عشان نقدر نغطي احتياجات مصر من صناعه الدواجن، علشان تقفلي الباب على المحتكرين اللي هم ما يهمهمش غير المكسب. وده يمكن اللي هيثار بكره برضو، لان هي المساله هنا مش مساله احنا بنكسب على حساب الشعب، احنا ممكن نكسب بكل حاجه، لكن في النهايه يعني بتطلبوا طبعا بالرقابه على فكره بعض المستوردين او طبعا يبقى بعض في عقوبه ممن رادعه. غالوا في الاسعار المتعلقه باطنان سواء الفول الصويا او حتى الذره. بالظبط. احنا امر تاني مهم، انا اسف، يعني المشاهد اتفضل. اللي احنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي من ان الناس اعدمت كتاكيت، يا جماعه الامور دي مؤسفه وبتدل ان غياب الوعي. انت بهذا الشكل انت بتضر اكتر ما بتنفع. يعني مساله ان انت عايز تبين ان عندك ازمه فتتعامل بهذا الشكل الوحشي، لا في قيم ولا اخلاق ولا دين ولا اي حد من صح، حتى مظبوط. الشرائع الاسلاميه ما تسمحش بده. فيعني رفقا بالبلد رقم واحد، الحكومه محتاجه تهتم اكتر من دوت رقم اتنين، توفير طبعا الاعتمادات عشان خاطر ما نشوفش الازمه دي تتكرر بشكل كبير رقم ثلاثة، وفي نفس الوقت تشديد الرقابه على مساله المستوردين. طبعا سيادة النائب حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، والحقيقة في ناس كتير كان عندها وعي أيضا وقالت نفس الكلام اللي حضرتك ذكرته، أنه التعبير عن مشكلة أو أزمة أو مطالب معينة ما يكونش بهذا الشكل. صحيح، وما تسمحيش كمان انت في النهايه احنا في عالم مصر بتواجه تحديات. بص حضرتك، هذا البلد يواجه تحديات غير مسبوقه للبقاء، مش كمان للنمو والتطور. فانا ما اسمحش النهارده ان انا اكون اداه في ايد ناس قاعده بره تستغل هذا المشهد، واحنا داخلين على استحقاقات وداخلين على مؤتمرات عالميه وحاجات مهمه جدا. صحيح طبعا احتياج المواطن ده في الاولويه، لكن في النهايه انا لازم يكون عندي وعي
انا لو عايز اوصل رساله عشان ما يختلطش هنا صح. المتأزم واللي عايز يوصل رساله، او اللي عايز يستغل ويستفيد ويصدر بشكرك، لبره صوره ممكن تكون غير حقيقيه في الشارع. شكرا ليك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.